مثلا عندك هاي السياره، نوع السياره دور تشارجر، محرك 6200 سي سي مزوده بناقل حركه سوبر تشارجر. الاضافات اللي عليها السياره تجي ستوك، مثلا عندك هسه هاي اللحيه الولد هو ضايفها لها، عندك هاي هنا الاغلفه ضايفها، عندك هنا الاستيكرات هاي الاغلفه مال الاي بي اس، هنا عندك اويل كاش كان يصفي لك الدهن من يرجع على الماكينه، عندك هاي الشوته يعني تزيد هاور باورز للسياره، وعندك هاي الاغلفه مثل ما قلت لك عليها، والرسمات هاي كلها الولد هم يضيفوها ويشتغلوها، عندك هاي الثانيه ايضا نفس القوه ونفس الهاي والاضافات مالتها الشوته مثل ما قلت لك، واللحيه مالتها هاي البلاستيك، وعندك هاي الاضافات مالتها، عندك هاي الثالثه ايضا هلكات ايضا الولد يعني مرتبين عليها اضافه كشوته، يعني هذا اللون مالته مثلا يجي رصاصي بلاد، هو يعجبه يصبغه احمر، لو يصبغه غير لون هو فكرته مثلا، عندك هاي، هاي الثانيه ايضا باوعها السياره خضراء، ايضا هلكات صابغ بلون الاخضر اعتقد، ومزودها بشوته، يعني اضافات حلوه، السياره تطلع جميله عندك، وهاي الثانيه الرابعه يمكن اي، هاي ايضا، ايضا هلكات سوبر تشارج، عندك ستي ستانلس هناك مخلي لها الولد، رتبها، عندك هناك جكات خلي لها وشومات، يعني سياره كلش حلوه، عندك هاي البرتقاليه هاي تختلف فئه المحرك مالتها عن اللي قبلها، هاي اس ار تي سكات باك 6400 محركه 6400 سي سي، ايضا الولد يعني ضايف هاي الاطلاع على الكفر، هذا يجي اسود من الشركه، هذا ايضا يجي اسود فمخلي له غلاف، وهاي الرسومات الوجمات اشكال اي رسم يعجبك انت، اكو عندنا هنا ادوات يعني يخلي لك اي رسمه بالحاسبه تعجبك يخليها لك هنا، عندك مثلا هذا الغطاء يغطي لك البواري مال اي بي اس والشغلات، تطلع شغله السياره احلى، وهذا مثل ما قلت لك عليه اويل كاش كان، هذا يصفي الدهن اللي يرجع للماكينه ويصفيه ويخليه هنا، نعم هاي نفس فئه هاي اللي قبلها سكات باك 6400، هم الولد ضايف عليها هاي الكربون فايبر والشوته والاغلفه، يعني اغلبهن تقريبا نفس الاضافات بس تبقى الاختلافات الاطلاء والشغلات كل من ذوقه، عندك شغله مهمه كلش بالسياره مثلا عندك الاير سسبنشن جكات، عندك باوع لي سياره شوي اصورها منها، عندك السياره هنا نايمه بالقاع، يعني ما تقدر تمشي بيها، هاي بيها اير سسبنشن جكات، تقدر تنزلها المستوى اللي تريده وتصعدها المستوى اللي يعجبك بيها يعني وضعيات خزن، فاغلب السيارات هسه بالجديد ينضاف لها هاي الاير سسبنشن جكات، فتنطي جماليه كلش حلوه للسياره. النصبه مالتها تختلف، مثلا عندك احنا شوارعنا مكسره هسه حاليا، سيارات هي ناصيه، هاي السيارات تجي من هناك يعني العلو مالتها ما بي يعني خلينا نقول 15 20 سنتيم، فنتاذى من الحفر والحفريات والطاسات اللي موجوده المطبات بالشارع، فاحنا نشد هاي الجقات حتى احنا يعني من تجي للمطبات تقدر يعني تصعد السياره المستوى اللي تريده تصعدها وتنزلها من تعبر الطاسه للمستوى اللي تريده، وبعد اكو هواي اضافات ما تحضرني يعني صراحه على السياره، هواي اضافات بيها.